أعلنت القوات المسلحة المصرية توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGYK-9A1 مع شركة هانو الكورية الجنوبية، ويطلق على المدفع اسم K9 وهو ذاتي الدفع والمطور من قبل سامسونج تيكوين لصالح القوات المسلحة الكورية الجنوبية والتي تقوم بتصديره أيضاً، فيشهد رواجاً في دول حلف شمال الأطلسي ويحتفظ بمزايا قتالية فريدة بقذائف من عيار 155 ملي. يصل مدى قذائف صوت الرعد ما بين 40 إلى 56، ولديه القدرة على تحمل آثار الطلقات المدفعية الثقيلة بفضل سمك التدريع حوالي 19 مليمتر. من مزايا المدفع الكوري الذي يكون طاقمه من 5 أفراد، قدرته على مواجهة آثار الهجمات الكيميائية والبيولوجية أيضاً. تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جناح كوريا الجنوبية في معرض إيدكس 2021 في مصر، واستمع إلى شرح مختصر عن المدفع من أحد المسؤولين عن الجناح، الذي أكد أن هناك ترتيبات خاصة بالتصنيع المشترك مع مصر التي ستكون قادرة على تصنيع 50% من مكوناته خلال 5 سنوات. يمكن له التموضع في مكانه من خلال وضع الحركة والاستعداد للمهمة خلال 30 ثانية، بينما يمكنه إطلاق من 6 إلى 8 قذائف على العدو خلال 60 ثانية فقط. يمتلك المدفع الكوري الجنوبي 48 قذيفة يتم تحميله آلياً أثناء الإطلاق، بينما يمتلك مركبات دعم لتزويده بالقذائف التي يصل مداها إلى 40 كيلومتراً. يعمل المدفع مع مركبة دعم K10 لتزويده بالقذائف. يمكنه حمل 104 قذيفة التي يمكن نقلها إلى وحدة المدفع الرئيسية آلياً بمعدل 10 دقائق لكل دقيقة، ويتم تحديد الأهداف بدقة وسرعة عالية من قبل مركبة تابعة لمنظومة المدفع تحمل اسم K77، وهي مركز توجيه نيراني تمكنه من تحديد الأهداف وقصفها بالدقة والسرعة المطلوبة.